الحملة التحسيسية تشارك فيها كل فواعل المجتمع المدني من أبناء الجالية الوطنية بفرنسا لتعزيز ورفع درجة الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية. نستعد للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، الموعد مهم بالنسبة لنا وللجزائر، وأتمنى كل النجاح لهذه الانتخابات. بصفتي شابا جزائريا مقيما بفرنسا أتابع بعناية ما يحدث في الجزائر، والانتخابات فرصة للإدلاء بأصواتنا. لازم الجزائريين وكل اللي عايشين في فرنسا ولا في الجزائر ولا في العالم وكل لازم تتمنى يتشاركوا ويفوتيو ويروحوا يديروا لو دوفوار سيتويان تاعنا، لازم نوقفوا نوريو بلي رانا مع بلادنا. الحملة التحسيسية تندرج في إطار الانتخابات الرئاسية المسبقة التي ستقبل عليها بلادنا الحبيبة يوم 7 سبتمبر. تدعينا اليوم الجمعيات الجزائرية على خلاف أطيافها. تطبيق إلكتروني جديد في المنصة الرقمية دليل للجالية الجزائرية ومرشد يربط الجالية الجزائرية بمكاتب الاقتراع يوفر كافة المعلومات عن الهيئة الناخبة وضع تحت تصرف الجالية بفرنسا. قمنا بإدراج منصة رقمية في الموقع الإلكتروني لقنصلية الجزائر ببونتواز بإدخال رقم التسجيل القنصلي. هنا يخرج لنا المعلومات نتاع المكتب، عنوان المكتب، تاريخ الانتخاب، وهل المواطن مسجل ولا ماشي مسجل. بشرت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببونتواز وهي تابعة للمنطقة الأولى بباريس. تضم مندوبية السلطة الوطنية المستقلة 7 مقاطعات كبرى. تطلب علينا فتح 4 مراكز انتخابية و15 مكتب لاستقبال الهيئة الناخبة. كما قمنا بتوزيع الهيئة الناخبة التي تضم أكثر من 60,000 مسجل على القوائم الانتخابية، وهذا على حسب المكتب. انخراط الجالية الجزائرية في هذا الموعد الانتخابي إنما يثبت روح الانتماء إلى الوطن ويساهم في بناء مؤسسات الدولة عبر هذه العملية الديمقراطية.